طيب هروح للغانا والبرتغال، لكن عبد الرحمن يعني الملاحظ من بداية مباراة البرازيل وصربيا ان صربيا القرار الاول والاخير الدفاع حتى النهاية، لدرجة ان يعني احنا كنا بنشوف حتى انا قلت لك يعني هو لازم حارس البرازيل وجوده ايه في المباراة، انت بتلعب في التلت بالظبط بتاع ملعب صربيا، هل ده اللي خلى الشوط الاول يخلص تعادل؟ هل ده سبب تأخير الهدفين؟ هل تضييق المساحات زي ما قال الكابتن رضا كان خلى ما خلاش نيمار وجونيور او فينيسيوس ان هو يقدروا يخترقوا دفاعات صربيا؟ بص، هو خلينا اتفق بقى مع كابتن رضا في حاجه. فعلا انا دايما بقول انه الفرق الصغيره او الفرق اللي هي برضو دايما الاضعف، يعني لما بتبقى خسرانه 1-0 قدام فريق كبير، انا بحس ان دي افضل نتيجه ليهم اثناء سير المباراه. يعني انت طول ما انت خسران 1-0، انت اولا الفريق اللي بيبقى متوقع ان هو يفوز بيبقى زي ما كابتن رضا قال مستسهل الامور، فانت 1-0 0-0 دي انت تحت ضغط، لان هو الفريق الكبير لسه مش مطمن. اول ما بيسجل هدف، لو الفرقه الصغيره قدرت انها تحافظ على المباراه 1-0 مده، بيبقى عندها فرصه انها ترجع. ووقت ما بتسجل التعادل، الفرقه الكبيره احيانا بترتبك وبتحس ان الامور هربت منها. فانا بحس ان احيانا يجي فيك جون من فرقه كبيره في اول الماتش، انت احيانا بتستفيد منها، لان فعلا رتم المباراه بيهدى جدا، زي ما حصل مثلا في مباراه الارجنتين مثلا. فعلا هم سجلوا هدف، اول هدف اتلغى، انا حسيت ان الارجنتين بعدها خلاص يعني المباراه سهله وبنروح مره واثنين وثلاثه، فما فيش اي مشكله. وده اللي ادى فعلا للسعوديه فرصه انها ترجع. النهارده منتخب صربيا طبعا واخد القرار ان هو يدخل المباراه بشخصيه الفريق الصغير رسميا، يعني ما فيش اي حاجه. في فرق اختارت انها تخش تاخد المجازفه زي اليابان، او يعني في فرق اختارت انها تبقى خصوم. يعني وجهه نظري وانتوا ادرى، يعني اولا السرعات غير طبيعيه، واستغلال كمان التقدم المدافعين، رغم برضو يعني هو كان في تريقه شويه من في موضوع السرعه والكلام ده كله على المنتخب الياباني في لقطه من اللقطات، لكن هو السبب الرئيسي السرعات واستغلال تقدم المنتخب. ماشي، هم الفكره هم اختاروا ان هم يعني في محاولات نختار ان احنا عندنا حاجه معينه هنعملها. منتخب السعوديه اختار ان هو عنده حاجه معينه هنعملها، وممكن كانت تبقى مش موفقه مع السعوديه على فكره. بس في الاخر ايه، انت خدت انهي قرار؟ كيروش وقف ورا اخذ 6، النهارده صربيا وقفت ورا اخذت 2 بس. فيعني ايه، كل واحد اختار الطريقه. صربيا اختارت الطريقه دي، منتخب البرازيل عنده 3 لعيبه، رافينيا وفينيسيوس ونيمار، الثلاثه اسلوبهم واحد على واحد، يعني ثلاثه اسلوبهم فردي مش هيحلوا جماعي. فالتكتل مع الفردي اظن ان هو بيحل، يعني التكتل بيعطل الفردي فعلا. التكتل اللي بيحله الجماعي والاخطاء، يعني دول اكتر حاجتين ممكن، يعني احيانا التكتلات ممكن بقى شوطه من بره ممكن حاجه زي كده، بس الواحد على واحد ان كل واحد بياخد الكره يحس ان هو عنده هو الحل، دي بتصعب الامور. لسه كنت هقول لك دي، ان دايما حتى دي يمكن قناعات الكابتن رضا، حتى الكابتن رضا كان بيعملها، اللي هو اللعيب الحريف المفروض هو اللي يحل، ده هو اللي بيحل التكتلات دي.